لازم يتنسق الفيديوهات، الفيديوهات قصته هذا الباهي شيء. شكرا بصوت الشجرة هزا شكرا بربي عندي هدا بربي عندي الفرق هذا باش يكون اخر وحده، وان شاء الله نرجع لكم فيديوهات جدد في كل شيء. امل عليكم لكره بكره. هم ده بنام ككح يلعبوا يضربوني بالكرة. اوه انا فردين بالكرة يا شباب ربي تبقى بزوب كل الكرة انا تكيتا بوف 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 مش مش لما اخذت فيها بصورة يجي تكرة عليها كاملو بسنة كرة المهم ايه وما اول ما اعطيه بظهر لي كذا جوز اللي تعرف فيها كحبوا بكل كيلو كاري بانو كاري يسمع شو تسمع المهم كي تبدأ بيها هذه الجولة كمان زيد واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة يا غلط المهم بالوقت ولا بلاش طبعا شي منيح اكتر ما عنديش الوقت مش هاخد ملعب نوريكم الكريب بيه تيم هيك برا وش لامبورجيني خلص نحل القوفة هذا خص كان حد يربح حاجة منه قطع مين نجم نعمل حلا ما خمسة في الجهة استعملوا في حاجة اخرى
نهاري كم طارق يا باي شارك الكلام وكل الفيديو فغادي المهم كده حتى يتحلو ده انا بالاكسسوار عندي وكوين طيبحهم عندي اقوى كاربة هي هذي كانت الجولف وقتها وليت هذي يعني كان باش قريب يعني في اللعبة و زينين كلهم اللعبة بصراحة عجبتني ياسر كل شيء فيها عجبني كنت ذكرت بيان عندي بيان خردة وتو خردة هي كانت تقبل مش لا كانت خردة داخل شيء انا قويتها تعرف من بعد ما قويتها دارك كيفاش دخلت وخرجت كيفاش عدت لي خردة هي كانت اقوى من هكا كانت مركبة اكثر اكسسوار وكل شيء كنت لها اكسسوار بالباهي وتبدل لونها كانت كما هي قالك ايش نكسة المهم نكسة كيكي 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 كي ندبرها قول كهر بس قديش عندي هنا خير ظهري حل عادي لا ما عنديش باي قولكم باي باي